السلام عليكم طلاب، إن شاء الله راح نبدأ اليوم نشرح. خلصنا بعد ما خلصنا الفارماكوكاينيتيك، راح نبدأ إن شاء الله بالفارماكوداينامكس. الفارماكوكاينيتيك اللي هي تأثير البادي أور بادي على الدراج، تأثير الجسم على الدواء. عرفنا شنو تتلخص بأربع عمليات اللي هي قلناها بمختصر كلمة آدم، اللي هي الادمنستريشن والابزوربشن والميتابوليزم والإليمينيشن اور اكسكريشن. نيجي اليوم نشرح الفارماكوداينامكس. نقول بسم الله ونبدأ بيها. الفارماكوداينامكس يقصد بالفارماكوداينامكس اللي هو describe the action of a drug on the body، يعني هنا راح ناخذ تأثير الدراج على شنو؟ على الجسم. بعد ما دخل الدرج الأجسامنا والجسم هو أول شيء أثر على الدرج، بعدها بعدين شنو؟ يبدأ مفعول الدرج، تأثير الأكشن of drug on the body and the influence of drug concentrations on the magnetidium of the response. يقول وتأثير التركيز مالة الدواء راح هو يعني يحدد لي مدى استجابة يعني الجسم لهذا الدرج. يعني شنو؟ مثلا على سبيل المثال تركيز من تركيز يأثر على الفعالية العلاجية. يعني شلون؟ مثلا إذا شخص انطيته حباية، زين حباية، هل يا ترى إذا انطيته يعني من نفس العلاج بس حبايتين انطيتها، يعني هل يا ترى يعني نفس المفعول؟ لا، أكيد تركيز الدرج كل ما إذا انطيت تركيز أكثر كل ما الريسبونس راح تكون يعني أعلى. زين، فهي هيك يقصد بيها. most drug exert their effect، يقول طبعا الدواء لازم بجانب إلى تأثيرات، وهذه التأثيرات تكون beneficial and harmful، تكون يعني بها فائدة وبها سايد افكت اللي هو الهارمفل، يعني بها جانب مؤذي. ماكو شيء ناخذه اذا ما بيفد جانب سلبي. زين، بس يعني مثل هسه يعني الفائدة مالته قد تكون اكبر، يعني لذلك انا اخذ دراج لان الفائدة مالته تكون اكثر واكبر من السلبية، لذلك اضطر انه اخذ هذا الدراج. بس هو بجانب يعني سلبي، بي هارمفل، بي سايد افكت. زين، يقول by interacting with the receptor. بس معلومة طلاب، مثلا إذا جاب قال مثلا بالtruth or false فهو مستحيل. زين، MCQ هم مات احتمال، مثلا يعني هل الدراج مثلا إذا لا بس تأثير beneficial يعني false or true. طبعا false سهلة، هاي ما بيها الشيء، يا ريت له هيجي من الامتحان يجيبونه. نكمل by interacting with the receptor، يقول من يتفاعل الريسبتر، يعني هو الدراج ويا من يتفاعل، ويا من يعني يسوي لي كومبلكس ويا الريسبتر. الريسبتر هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن تارجت مولكيولز، او عفوا ماكرو مولكيولز، مو بالاي، الاي يعني شيء صغير، بالاي ماكرو مولكيولز. زين، هي عبارة عن جزيئات كبيرة، حجمها كبير. وين موجودة؟ present on the cell surface or within the cell، موجودة قد يعني قد تكون موجودة على سطح الخلية او موجودة داخل الخلية. حلو. The drug receptor complex initiate alternation in biochemical and or molecular activity of a cell by a process called signal transduction. هذا الريسبتر طلاب، الدراج من يجي يرتبط بالريسبتر ايش راح يكون لي؟ راح يكون لي شيء اسمه الدراج ريسبتر كومبلكس. الدراج من يجي يرتبط ويا الريسبتر هذا شنو يكون لي؟ يكون لي يعني يصير اثنيناتهم اسميهم دراج ريسبتر كومبلكس. زين، من يجي الدراج يرتبط ويا الريسبتر شو راح يسوي لي؟ راح ينشط، يعني راح تبدي عمليات بايوكيميكال اند اكتيفيشن، تبدي تتنشط الخليه. هاي العمليه شنو اسميها؟ اسميها سيجنال ترانزدكشن، صار لها اكتيفيشن. زين، نجي لهنا ذا دراج ريسبتر كومبلكس سيل هاف ماني ديفرنت تايبز اوف ريسبتر، يقول الخلايا، خلايا اجسامنا تمتلك أنواع مختلفة من الريسبترات. زين، كل خلية بها أنواع مختلفة من الريسبترات. زين، each of which is specific for particular agonist and produce an unique response. يقول لكن
مثلا مو كل هذه الريسبترات احتمال تشتغل اذا انا انطي البيشنت فد دراج معين. مثلا على سبيل المثال عندي فد خليه معينه بها 100 ريسبتر، يعني بس على سبيل المثال 100 ريسبتر، انا انطيته دراج زين، هذا الدراج راح ارتبط بالريسبترات لكن شغل لي فقط 50% من عندها، شغل لي شنو فقط 50% مو كلها، يعني بارتيكولر اجونست جزء من عندها شغال مو كلها زين. اند برودوس انيكيو ريسبونس، وهذا الريسبتر اللي ارتبط بهذا الدراج، مثل فد ريسبتر معين ارتبط بهذا الدراج، هذا الريسبتر راح ينجز لي فد استجابه معينه واحده، مو ينجز لي وظائف متعدده، لا بس واحده انيكيو ريسبونس، استجابه واحده فقط. مثلا يقول لي مالتيبيولر ريسبونس، لا غلط انيكيو. زين كاردياك سيل جاي ماخذنا فد ريسبترات، قايل لي بالكاردياك سيل ممبرين عندي فد نوعين من الريسبترات. زين شنو هاي؟ تعال نعرف. contain beta receptor that bind and respond to epinephrine or norepinephrine، هذا as well as خلنا نجي نشوف هذا. يقول الكاردياك سيل ممبرين الغشاء مال عضلة القلب راح ألقام حاويله على ريسبتر اللي هو بيتا، نوع بيتا ريسبتر، هذا أول نوع. هذا راح يستجيب فد يعني اندوجينس معين اللي هو ابنفرين أو نور ابنفرين، هذا راح يحفزه، ذول النور ابنفرين والابنفرين راح يحفزون هذا الريسبتر اللي هو بيتا ريسبتر. زين as well as muscarinic receptor specific for acetylcholine، والريسبتر الثاني اللي هو عندنا الماسكرينيك ريسبتر، هذا ايضا موجود بالسيل كارديك سيل ممبرين، هذا راح يحفز منه الاسيتايلكولين. مهم عندنا طلاب نحفظهم. These different receptor population dynamically interact to control the heart's vital function. يقول هذه الريسبترات لها دايناميك انتراكت، يعني تفاعلات ديناميكية زين، وهاي يعني هي مهمة هذه الريسبترات حتى تسيطر اللي عليها شنو heart vital function، على وظائف القلب. زين the magnitudium of response is proportional to number of drug receptor complex. زين يقول يعني مثلا الاستجابة الجسم لهذا العلاج تعتمد على يعني شلون كافيكاسي اند البوتنسي، شنو يعني مثلا اذا شخص اذا كل ما ترتبط الدراج بعدد اكثر من الريسبترات كل ما راح تكون قوة العلاج وتأثيره اكثر اعلى. مثلا اذا الدراج ارتبط دخل الجسم مرتبط بكل الريسبترات وكلهن خلاهن اكتف كلهن يعني نشطهن، راح يكون التأثير والمفعول مالته اقوى من اذا الدراج ارتبط بالريسبترات لكن مثل نقول شغلهم نصهم، خلى اكتيفيشن نصهم مو كلهم، يعني هذا راح التأثير راح يكون اقل من ما اذا ارتبط بهم كلهم ونشطهم كلهم. زين بعد هنا يقول this concept is closely related to formation of complex between enzyme and substrate or antigen and antibody. يقول هنا شبهوا هاي العلاقة بين الدراج والريسبتر، ارتباط الدراج بالريسبتر، شلون من السبستريت يجي يرتبط بالإنزيم وكذلك الانتيبادي والانتيجين من يرتبطون، هيك يعني شبهوها. زين ما بها الشيء يعني بس كمثال. هنا يقول most receptor are named for type of agonist that interact best with it. For example, the receptor for histamine is called histamine receptor. يقول أغلب الريسبترات راح تاخذ اسمها من الشيء اللي يحفزها. مثلا احنا مو عندنا هستامين، هذا الهستامين يحفز ريسبتر سموه على اسمه، على اسم الهستامين، هستامين ريسبتر، يعني راح تاخذ اغلب الاسماء من الاشياء اللي يحفزوهم، يعني مثلا هيك. زين although much of the chapter center on the interaction of drugs with the specific receptor is it is important to know that not all drugs exert their effect by interacting with the receptor. يقول يابا ترى بهذا الشابتر انه لازم تعرف انه يعني مو كل الدراجات، يعني من المهم انه نعرف انه مو كل الدراجات لازم ترتبط بالريسبتر حتى تسوي لفد افكاسي معين، فد تاثير معين، فد ريسبونس معين، لا مو كلها،
على سبيل المثال أنطينا مثال، أوكي نعطيكم مثال، مثل عندنا الأنتي أسيد اللي هو for an instance chemically neutralize excess gastric acid therapy reducing the symptoms of heartburn. مثال على هذا الشيء هو الأنتي أسيد، إذا شخص صار عنده فتح حرقة heartburn راح يأخذ هذا العلاج، يعني يسوي لي neutralize، يقلل الحامضية بالجاستريك بالستومك، يعني يقلل لي من الجاستريك أسيد. هذا ما راح يرتبط بريسبتر، هذا الدراج ما راح يرتبط بريسبتر إذا شخص أخذه، راح يسوي مفعول. هذا مثال على هذا الشيء. زين عندنا ريسبتر ستيت، حالات الريسبتر، شنو حالات الريسبتر؟ خلينا نجي نعرف ونشوف ونعرف. ريسبترز اكزايت ان ات ليست تو ستيتس، عند الريسبترات راح تكون موجوده بحالتين. شنو الحالتين؟ ان اكتيف ارمز له بار كاختصار هذا الشيء، واكتيف هو ار ستار، ار نجمه. يعني هسه اذا اقول ان ار يعني هذا اقصد ان اكتيف، واذا اقول ار ستار يعني اقصد ان يعني اقصد اكتيف. زين ذات ار ان ريفرسبل اكوليبريوم وذ اون another. يقول هنا هاي راح تكون العلاقة بيناتهم الاكتيف والان اكتيف راح تكون reversible. يعني شنو الطلاب reversible؟ يعني مثلا فد العلاقة بينهم انعكاسية، يعني بها احتمال انه يعني مثلا هذا فد ريسبتر معين، زين اريد هو شنو هو بحالة ان اكتيف اقدر اسوي اني اكتيف، وكذلك اذا هو اكتيف ان اقدر اسوي ان اكتيف، يعني هيك reversible equilibrium. لكن إذا كان in irreversible equilibrium irreversible equilibrium عفوا يعني غير انعكاسي، يعني ماكو احتمال، ما أقدر إنه أحوله من active إلى inactive ومن inactive إلى active، ما أقدر. زين فهيك يقصد. فهنا شو يقول؟ مثلا usually favoring inactive state. هسا إحنا أجسامنا إذا ما نأخذ دراج، يعني إحنا أغلب الريسبترات تتنشط بمن بالدراج، من يدخل دراج للجسم تتنشط يصير لها activation. هسا إحنا ما نأخذ سليمين وهيلثي إن شاء الله، شو راح يكون؟ ما يعني بحالة inactive تقريبا، زين inactive state، أو يكون مستوى يعني الريسبتر الأكتيف تكون equilibrium مساوية للريسبترات الinactive بالحالة الاعتيادية. لكن يقول binding of agonist causes the equilibrium to shift from R اللي هي R قلنا inactive to R star اللي هي الأكتيف to produce biologic effect. يقول لكن من ناخذ فد دراج معين اللي هو الأجونست دراج، شو راح يسبب لي؟ راح يخلخل هذا التوازن. فش راح يحول لي مثلا أجونست، أخذت علاج أجونست، انتبهوا طلاب عندنا الدراج أجونست أنتيجونست وبارشيال أجونست. هسا ناخذ أجونست، زين أجونست فعال يعني أجونست، زين فش راح يحول لي؟ راح يحول لي الريسبتر منين؟ هو كان inactive بحالته الطبيعية inactive، إيش راح يحوله؟ راح يحوله من الinactive إلى الactive، يعني من الR إلى الR star حتى يصير له biologic effect فد activation. زين إذا أخذت أني antagonist، إذا أخذنا علاج مو agonist لا antagonist، إيش راح يصير للreceptor؟ the receptor but don't increase the fraction of R star. يقول ما راح تزداد ال R star، يعني ما راح يصير له activation، ما راح يتنشط. may stabilize the receptor in inactive state، ويبقى على حالته inactive state. زين لان انا اخذت شنو؟ antagonist. زين اذا اخذنا agonist لكن partial، يعني agonist لكن جزئي مو agonist agonist، زين شو راح يسوي؟ cause similar shift in equilibrium from R to R star. يقول هو همات راح يحول لي من الحالة الانactive راح يحوله إلى الactive، but the fraction of R star is less than the cause by an agonist. لكن شو يقول؟ يقول من اسمه partial agonist، يعني راح يحول من الانactive إلى الactive، لكن شنو؟ لكن يعني ما يحوله إلى active بصورة كاملة، لا ما راح يشغل كل الريسبترات، لا راح يشغلهم نصهم. زين بينما ذاك الأجونست كامل لا راح يشغل كل الريسبترات، راح يخليها كلها اكتيفيشن، بينما هذا لا راح يشغلهم نصهم اذا اخذت بارشال أجونست. حتى هو يقول but still more than that caused by an antagonist. لكن هو شنو؟ هو مو يعني هو اكثر من الانتيجونست، هو اكثر من الانتيجونست.
The magnitude of biologic effect is directly related to fraction of R star. ويعني هما تسبب لي طبعا biologic effect يعني يسوي لي فعالية زين. يقول هذول الثلاث أنواع اللي هي الأجونست والأنتيجونست والبارشل. أجونست are example of ligand or molecule that bind to activation site on receptor. هي هاي تعتبر أنواع الدراج زين اللي ترتبط بالرسبتر وتسوي لها activation زين. major receptor families. هنا راح نجي نعرف الريسبتر حسب علم الفارماكولوجي اللي هو حسب علم الفارماكولوجي defines receptor. تعريف الريسبتر يقول هو any biologic molecule هو عبارة عن يعني جزيئة حية biologic molecule to which drug binds and produce a measurable response. راح يرتبط بها الدراج وتسوي لي فد استجابة يعني نقدر نقيس هاي الاستجابة يعني شلون استجابة ملحوظة أو نقدر نقيسها زين. This enzyme هسه جاي معدد لي أنواع الرسبترات. قد يكون الرسبتر نوع إنزيم or nucleic acid or structural proteins زين. احتمال حتى ليبيد زين. can act as a receptor for a drug or endogenous agonist. واللي يرتبط بالرسبتر احتمال الطلاب. احنا رب العالمين من خلقنا رسبترات ما خلقهم فقط للدراج لا خلقهم ايضا للاشياء تتكون نورمال يعني طبيعية داخل الجسم مثل عندنا الاندوجينوس مثل عندنا على سبيل المثال الادرينال جلاند. شو تعطيني الادرينال جلاند؟ تعطيني الادرينالين والنور ادرينالين اللي هي الابنفرين والنور ابنفرين. ذول ايش راح يسوون؟ راح يحفزون الريسبتر يجون يرتبطون بالريسبتر ويسوون اكتيفيشن. هذا اندوجينوس. وعندنا كذلك شيء كيميكلي يعني احنا نصنع اللي هو الدراج من يدخل الجسم ايضا شنو راح يسوي لي اكتيفيشن للريسبتر يعني مو بس الدراج لا عندي اندوجينوس سواء كان اندوجينوس او دراج زين. However the registries of therapeutically relevant pharmacologic receptors are proteins that transduce extracellular signal to into intracellular response. يقولوا أغلبية الدراجات راح تكون ترتبط ويا البروتين يعني أكثر شيء أو يعني بروتين ريسبتر زين هو يعني أكثر شيء متوفر البروتين ريسبتر. وهذا الريسبتر شنو فائدته؟ يقول راح ينقل المعلومة أو الإشارة signal منين من الإكستراسيلولار المن يدخلها داخل الخلية حتى تصير يعني response استجابة داخل الخلية intracellular response زين. This receptor may divide into four families. هاي الريسبترات طلاب جدا مهمة ونقسمها إلى أربع أقسام اللي هي أول شيء ligand gated ion channels و ligand gated ion channels. ثاني جي بروتين coupled receptor والثالث enzyme linked receptor والرابع اللي هو intracellular receptors. زين. The type of receptor ligand interact with the depend on the chemical nature of the ligand. Hydrophilic ligand interact with the receptors that are found on the cell surface. In contrast, hydrophobic ligand enters cells through the lipid bilayers of the cell membrane to interact with the receptor found inside the cell. شو اقصد بهذا الكلام؟ يقول الدراج يعني راح يعتمد على الريسبتر يعني مثل شلون مثلا الدراجات اللي مثلا اخذت الدراج حسب اذا كان عندي مثلا دراج اخذته هايدروفيليك محب للماء ايش راح يروح راح يرتبط وهي الريسبترات الموجوده على سطح الخليه اللي هي من الريسبترات اللي يكونون موجودين على سطح الخليه اللي هي ريسبتر النوع الاول والنوع الثاني والنوع الثالث اللي هي ريسبترات ليجند جيتد ايون شانل والجي بروتين كابلد ريسبتر والانزيم لينكد ريسبتر. ذول الانواع الثلاثه الاولى راح يكونون موجودين على السيرفيس سيل على سطح الخلية. راح يرتبط منو بيهم من الدراجات؟ راح يرتبط بيهم الدراج اللي او الليجند اللي نوعه هيدروفيليك زين. والدراج اللي او الليجند اللي نوعه هيدروفوبيك راح يروح يدخل الى داخل الخلية ويرتبط بالريسبتر الموجود داخل الخلية. واحنا ذكرنا بداية المحاضرة ان الريسبترات موجودة اما على السيرفيس سيل اور انسايد ذا سيل داخل الخلية زين. بس ملاحظة طلاب معلومة الدراج إذا يرتبط بالريسبتر أسميه ليجند. الدراج من يرتبط ويا الريسبتر شنو أسميه؟ ليجند زين.
نجي الأول نوع من أنواع الريسبترات اللي هو الترانس ممبرين ليجند جيتد أيون شانل ذا إكسترا سيلولر. طبعا طلاب لازم أراويكم يعني في الصورة، بس خلنا نقرأ شوي ودور أراويكم الصورة لأن أحتاج هذا الشيء. أول نوع عندنا اللي هو الليجند جيتد أيون شانل، جدا مهم. The extracellular portion of ligand-gated ion channel usually contain the ligand binding site. أكو بهذا الريسبتر طلاب بالجزء الخارجي منه، يعني اللي طالع بالجزء الخارجي منه راح ألقى فد هيك شلون ligand binding site، هيك موقع يرتبط بيه الدراج، موقع يرتبط بيه الليجند. تعال نشوفه. هذا طلاب، هذا اللي مأشر باللون الأخضر، مأشرته باللون الأخضر، هذا طلاب أسميه ليجند بيندينج سايت. هذا يجي يرتبط بيه من هو هذا المثلث، يجي يرتبط بيه الليجند الدراج، زين. ومن يرتبط بيه الدراج إيش راح يصير؟ راح يتغير عندي هذا البور، هذا البور هذا اللي هسه أشر عليه باللون الأزرق اللي صار كله أزرق، راح يتغير شكله، زين. هذا طلاب هسه راح اشرح لكم، هذا اللي اشرته باللون الوردي هذا بور، زين. هذا البور من هي يرتبط الدراج بهذا الليجند بيندينج سايت راح يتغير شكله. ليش يتغير شكله؟ راح ينفتح يعني حتى يسمح بدخول الايونات اللي هي ايونات الصوديوم، يسمح بدخولها وكذلك بخروج ايونات البوتاسيوم. تعالوا نقرا ونشوف. نجي نقرا. The site regulates the shape of pore through which ion can flow across cell membrane. يقول هذا السايت يعني هو هذا الليجند بيندينج سايت، بس مجرد ما يرتبط بالليجند راح يعني ينتظم شكله، يعني حتى يسمح شنو؟ حتى يسمح flow الايونات ايون كان flow across cell membrane، حتى يسمح للايونات انه تتدفق من خلاله مثل ما شفتوا رويت لكم اياها قبل شويه. The channel is usually closed until the response the receptor is activated by an agonist. يقول هذا الشانل، هذه البور اللي هسه شفناها قبل شويه، يقول راح تظل مغلقه لحد ما يجي فد agonist يعني دراج يجي وينشط له هذا الريسبتر وبعدين تنفتح، زين. Which open the channel briefly for few milliseconds. جدا مهمه هاي طلاب، جدا مهمه. يقول هذه البور راح تبقى مفتوحه فقط ملي سيكوند، راح حسن تعتبر هاي كنقطة مقارنة بينها وبين ذنيتش الريسبترات الثلاثة اللي راح نجي ناخذهم، فركزوا بها هاي، زين. Depending on the ion connected through this channel, this receptor mediate diverse function include neurotransmission and cardiac or muscle contraction. For example, stimulation of nicotic receptor by acetylcholine result in مثلا هسه جاي ماخذ لنا مثال، يقول يابا مثال على هذا الريسبترات اللي هي تعتبر جيتد ايون شانل اللي هي الموجوده بالنيورو ترانسميشن اند كاردياك اور مسل كونتراكشن، اللي هي مثلا عندنا النيكوتيك ريسبتر اللي راح يتحفز بواسطه الاسيتايل كولين، يعني اذا عندي اسيتايل كولين هذا راح يتحفز النيكوتيك ريسبتر، ومن يتحفز ايش راح يسوي؟ راح يعني مو يرتبط بال الليجند سايت، الليجند بيندينج سايت، من يرتبط بيها راح يتغير حجم البور يعني هيجي، فشي يصير يسوى اكشن بوتيشنال، يعني راح يسمح بدخول الصوديوم انفلكس، يسمح بدخول ايونات الصوديوم، زين، وبخروج ايونات البوتاسيوم من داخل الخليه، زين. فصوديوم انفلكس اند بوتاسيوم اوت فلكس generating an action potential in neuron or contraction in skeletal muscle، ويسبب بهاي الحالة تقلص بالعضلات الهيكلية. On other hand, against stimulation of gamma aminobutyric acid اللي هي الجابا اللي موجودة بالبرين، يعني كمثال ثاني مطينا مثال ثاني، يقول مثلا إذا عندنا فد agonist اللي هو الجاما aminobutyric acid، هذا راح يجي يحفز لي الجابا ريسبتر، من يحفزه راح يسمح بدخول أيونات الكلوريد إلى داخل الخلية. أيونات الكلوريد هي شنو طلاب؟ هي سالب، الكلور سالب، زين. من راح يدخل الخلية شو راح يسوي؟ راح يخلي لي يعني الاستقطاب عالي، اعاده استقطاب عالي، فهو داخل الخليه تعتبر سالب،
وراح يجي فوقها سالب اللي هي ايونات الكلور. شو راح يصير؟ راح يصير يعني هايبر ريبولاريزيشن، سالبية عالية، إعادة استقطاب عالي، هايبر ريبولاريزيشن اوف نيرونز. زين، مثال ثالث همات منطيني اللي هو الفولتج جيتد ايون شانل مي اوسو بوسس ليجاند بيندينج سايد ذات كان ريجوليت شانل فانكشن فور اكزامبل لوكال انستيتيك بين تو فولتج جيتد صوديوم شانل انهبيتينج صوديوم انفلكس اند ديجريز نيرال كوندكشن. شوفوا طلاب، حتى هاي مرات يستخدموها ك يعني كتخدير خلال العمليات. فشو يقولون؟ يقولون انه مثلا اذا فد عندنا الفولتج جيتد، هاي الفولتج جيتد ايون شانل، مثلا ننطي شخص فد انستيتيك، زين، فد مخدر او يعني شو راح يسوي لها؟ راح يعني يغلق هاي البوابه اللي هي الفولتج جيت، فبحيث شنو راح يسوي؟ انهبيتنج صوديوم انفلكس، راح يمنع دخول الايونات الصوديوم الى داخل الخليه. من يعني ما يدخل ايونات الصوديوم اللي هي المسؤوله عن التواصل العصبي، زين، هاي ايونات الصوديوم من راح ما تدخل، ايش راح يصير؟ ديكريزنج نيورال كونديشن، راح يقل النيورال كوندكشن. زين، خلصنا هذا البارت، ان شاء الله يا رب يكون واضح. والبارت الثاني اللي هو راح نشرح به الثلاث انواع الريسبترات الباقيه، وعندنا موضوع هم لطيف تقريبا، زين، نشرحهم ذاك البارت. بالتوفيق.